43 خرقا حوثيا للهدنة في الساحل الغربي، بينها تعزيزات ومحاولة تمركز قرب خطوط التماس. المبعوث الأممي يتعهد بتحديد موعد لتنفيذ ميليشيا الحوثي التزاماتها بشأن فتح الطرقات. البنك الدولي يحدد 25 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن دون دراسة تقييمية. أهلا بكم. ارتكبت ميليشيا الحوثي 43 خرقا جديدا في جبهات الساحل الغربي، بينها تعزيزات ومحاولات تمركز في مناطق مهمة قرب خطوط التماس. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الرصد وثقت 29 خرقا جديدا في محور خيس جنوبي الحديدة، شملت تعزيزات ومحاولات تمركز قرب خطوط التماس جنوبي مديريتي الجراح والتحيتة. وأضاف أن وحدات الرصد في محور البرح غربي تعز وثقت 15 خرقا بالأسلحة الرشاشة والمعدلات، 8 منها في الكدحة و7 غربي مقبنة. ورغم الخروقات الحوثية والرفض المبطن لمبادرات السلام، تعهد المبعوث الأممي بتحديد موعد لتنفيذ ميليشيا الحوثي التزاماتها بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز. تتنصل ميليشيا الحوثي عن أي التزام تقطعه في طريق تحقيق السلام، ولعل تنصلها من بنود الهدنة الأممية في اليمن والتي تم تمديدها لشهرين إضافيين، فقبل أيام وضعت شروطا تعجيزية أمام المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ أثناء زيارته الأخيرة إلى صنعاء بهدف التنصل عن الاتفاق والدفع نحو استمرار الحرب والأزمات. ميليشيا الحوثي أبلغت المبعوث الأممي رسميا رفضها المقترح الذي قدمه في ختام الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت في الأردن. وبحسب الرسالة الموجهة من رئيس لجنة المفاوضات الحوثية بشأن فتح طرق تعز يحيى الرزامي إلى مكتب المبعوث الأممي، أكدت الميليشيا تمسكها بمقترح الأحادي الذي قدمته قبيل الجولة الثانية من مفاوضات عمان ورفضها لمقترح المبعوث الأممي. وردا على رسالة الحكومة الشرعية للمبعوث الأممي التي تضمنت احتجاجها على تهرب الميليشيا من بنود الهدنة المعلنة، تعهد المبعوث الأممي إلى اليمن بتحديد موعد لتنفيذ الميليشيا المدعومة من إيران التزامها بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز والشروع الحقيقي في عملية السلام التي ينشدها اليمنيون. الميليشيا الحوثية دائما ما تستغل الملفات الإنسانية التي ينشدها المتحاورون للتخفيف من معاناة المواطنين، وتتعمد استغلال زمن الهدنة الثانية لترتيب أوراقها غير مبالية ببنود ومضامين الاتفاق ليمضي زمن الهدنة المعلنة وفترة التمديد كذلك، دون أن ينفذ أي التزام خاص بفتح الطرق سواء في تعز أو باقي المحافظات المحاصرة. ورقة إعادة إعمار اليمن تم طرحها قبل التوصل إلى حل سياسي، ويستغرب سياسيون واقتصاديون في آلية طرح البنك المركزي لميزانية تقديرية لحالة التعافي بلغت 25 مليار دولار في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في اليمن. إعادة إعمار اليمن عنوان كبير لواقع ما يزال حبرا على الورق، فبعد إعلان البنك الدولي أن اليمن بحاجة إلى 25 مليار دولار لإعادة ترميم الاقتصاد اليمني، إلا أن اقتصاديين أكدوا بأن هذه المليارات ليست سوى لبدء التعافي وليس الوصول إليه. الحكومة اليمنية كانت قد أعلنت في خطة لها في العام 2019 بأن الاقتصاد اليمني بحاجة إلى 50 مليار دولار لخلق تعافي اقتصادي وضمان استقرار الريال، في حين كان يرى اقتصاديون أن المبلغ المطروح من الحكومة لا يوجد له مصارف حقيقية على الواقع بسبب ضعف الشرعية حينها. ومن الشرعية إلى الحوثيين، فقد أعلن أحد المنتحلين لمنصب وزير النقل بأن اليمن بحاجة إلى 130 مليار دولار لإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار على البنية التحتية واستقرار الحال الاقتصادي، ويرى اقتصاديون بأن الحوثيين يزاحمون بورقة اقتصادية لاستباق وضع سياسي مقبل. ما تزال سياسة إعمار اليمن لعبة بيد الأطراف، ولا يوجد دراسة واقعية لطبيعة أولويات إعادة تطبيع الحياة، فلا حلول سياسية تلوح في الأفق بعدما أوصل الحوثيون مؤخرا
المفاوضات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى حال انسداد ولا وجود لخطة حقيقية أو أرض خصبة لهذا الإعمار، فاليمن يعيش حالة من اللاسلم ولا حرب إلى اللحظة. وفي مثل هذه الظروف يقع على كاهل المجلس الرئاسي المشكل حديثا تفعيل أوعيته المالية المتمثلة في جمع جمارك وضرائب المناطق المحررة وتوريدها إلى البنك المركزي وإعادة تصدير النفط والغاز الخام وإيجاد سيولة نقدية من العائدات لصرف الرواتب ودعم المشاريع وبرامج الحكومة الشرعية. وفي خضم هذا الحراك الرامي لطرح ورقة إعادة إعمار اليمن، يظهر بأن المجتمع الدولي يسعى لاستباق الحل السياسي في اليمن وخلق حالة من التطمينات لحث الأطراف على الاتجاه نحو السلام في الوقت الذي لم يحصل اليمن على هبات الدول المانحة له منذ العام 2006، ولم يلمس اليمن مليار دولار تبرع بها البنك الدولي خلال العام 2021. رغم استمرار ميليشيا الحوثي في محاولاتها تفكيك القبائل في محافظة البيضاء، لكنها فوجئت بصلابة القبيلة الرافضة لمشروعها، فعمدت إلى استخدام القوة وتلفيق التهم وقتل المشايخ، كان آخرها تصفية الشيخ صلاح أبو صريمة. عمدت ميليشيا الحوثي منذ إشعال حربها على اليمنيين إلى تغذية وإذكاء الثارات بين القبائل كجزء من حربها لتمزيق النسيج الاجتماعي في سبيل إجبار القبيلة على الولاء لمشروعها، لكنها قوبلت بالمواجهة الشرسة فلجأت في مناطق سيطراتها إلى استخدام القوة واستخدام أساليب عدة كتلفيق التهم لمشايخ وأبناء القبائل لتشرعن لجرائمها وتقوم بمصادرة أملاكهم واعتقالهم وتصفيتهم. وها هو شيخ قبائل قيفة صلاح أبو صريمة الذي أقدمت الميليشيا على تصفيته هو وطفله الذي لم يبلغ العاشرة من العمر. بالنسبة للقضية الأخيرة التي حصلت وهي قضية الشيخ صلاح سعيد أبو صريمة والشيخ خزاع ساري أبو صريمة وابنه الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات، هذه القضية هي من وجهين، الحوثي يستفيد منها من وجهين. الوجه الأول أن الشيخ صلاح شخصية اجتماعية يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، والناس تعرفه كلها، ليس متحزب ولا ينتمي لأي حزب ولا إلى طائفة، ولكن كلمة الحق يقولها في كل في صفحاته في مجالسه في مقايل، يقول الحق أنه لا دمروا البلاد، أنه القلاء والوباء وأنه يقول الحق. وهذه الأشخاص وهذه النماذج الحوثي لا يرضى بها، أولا وأخيرا الرجل من نفسه، ثانيا من قبيلة أصيلة سواء قبيلة أبو صريمة أو قيفة العام، وقيفة معروفة التي واجهت المد الحوثي أول ما خرج. فإيش بيستفيد الحوثي؟ واحد من ثنتين، أولا يريد تصفية مثل هذه الشخصية لكي يقول الآخرين أنتو إذا حد أتكلم بيكون مصيره مثل مصير هذا. سعت ميليشيا الحوثي إلى تدمير وإضعاف القبيلة اليمنية من أجل تمرير مشروعها، إلا أن القبيلة كانت يقظة لمشروع الميليشيا فكانت وما زالت صفا واحدا، إلى الحد الذي دفع القبيلة إلى ترك الثارات في سبيل توحيد الصف لمواجهة خطر مشروع وأفكار الميليشيات الحوثية. عندما دخل الحوثي بلاد قيفة تناست الناس كل ثاراتها كل مشاكلها كل، واتحدوا في صف واحد وقاتلوا في خندق واحد، وهذا الشيء يعرفه القاصي والداني لا نزايد به، والناس عارفين احتلت القضايا الثار كلها وأصبحوا الناس تناسوا الماضي كله. الحوثي بعد أن تم سيطرته الكاملة على بلاد قيفة ما كأنه ما أرضى شيء هذا الوضع الذي هو يشوفه أن القبائل سد، وهذا هو معروف أنه يريد فرق تسد، سياسة فرق تسد. شوف جرائمهم يعني بحق لا يرضي الله ولا رسوله، فنحن نشوف الحوثي جماعة إرهابية ولازم نحن القضاء عليها. في كم حادثة قضوها في محافظة البيضاء محافظتي، وإن شاء الله بإذن الله أن الرجال هناك واقف له بإذن الله. حاولت وتحاول ميليشيا الحوثي استخدام كل أساليب القمع والوحشية لإعادة المجتمع إلى عصر الإمامة، لكنها انصدمت بمتانة وصلابة القبيلة اليمنية التي عقدت العزم على الوقوف إلى جانب الوطن ومقدراته ومساندة رجال القوات الحكومية والمقاومة الوطنية حتى استعادة الوطن من قبضة ميليشيا إيران ودفاعا عن الجمهورية اليمنية ومكتسباتها. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة البيضاء.
وفي نشرتنا أيضا زلزال أفغانستان حصيلة قاسية للضحايا وصعوبات كبيرة تعرقل عمليات الإنقاذ. أهلا بحضراتكم من جديد. في اليوم العشرين بعد المئة للمعارك أعلنت سلطات لوغانسكا الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على قريتين إلى الجنوب من ليسيا تشانسك وسيفرو دونيتسك. وقال حاكم منطقة لوغانسكا الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيفرو دونيتسك وبلدة زولوتي القريبة. كانت وزارة الدفاع الروسية أكدت مقتل 500 عسكري أوكراني بضربة استهدفت موقعا في مدينة نيكولايف جنوب أوكرانيا. أشارت إلى أن الطيران الروسي دمر 5 مستودعات للذخيرة ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 151 منطقة. من جانبه أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية ممكنة فقط بعد قبول كييف جميع مطالب موسكو، مضيفا أن أوكرانيا يجب أن تكون على دراية بالوضع من أجل إجراء محادثات السلام. يذكر أن موسكو تطالب أوكرانيا بالاعتراف بشبه جزيرة القرم وأيضا والاعتراف بالمناطق التي تدعمها روسيا في شرق أوكرانيا كدول مستقلة، من بينها مطالب أخرى التي ترفضها أوكرانيا وبشكل قاطع. إلى ذلك قال مسؤول المناخ بالاتحاد الأوروبي تيمرمانس أن عشر دول من أعضاء الاتحاد تضررت من خفض إمدادات الغاز من روسيا، في حين يواجه التكتل خلافا عميقا مع روسيا بشأن الطاقة. وخفضت روسيا تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم من 1 إلى 40% من طاقة الخط الأسبوع الماضي، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بالمعدات بعد أن خفضت بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وهولندا والدنمارك وفنلندا بسبب رفضها الالتزام بأسلوب دفع جديد. وقال تيمرمانس إن 10 دول من دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة أصدرت إنذارا مبكر بشأن إمدادات الغاز، وهو المستوى الأول والأقل شدة من المستويات الثلاثة للأزمة المعرفة في لوائح أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان إلى أكثر من 1000 قتيل، في حين تشهد عمليات الإنقاذ مزيدا من التعقيدات مع هطول الأمطار، وكانت ولاية باكتيكا الأكثر تضررا. استيقظ السكان في ولايتي باكتيكا وخست في أفغانستان على ضربة زلزال بقوة 6 درجات. تقول المصادر الحكومية الأفغانية بأن القتلى تجاوز 1000 قتيل، فيما الجرحى تعدى 1500 جريح. زلزال شعر بتداعياته أكثر من 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا. ناقوس خضر دقته وزارة الكوارث في كابول من خلال مؤتمر صحفي عاجل قالت فيه بأن انتشار الجثث وعمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة، خصوصا مع هضول الأمطار الذي أعاق فرق الإنقاذ عن الوصول إلى المناطق المنكوبة، وبالتالي
فإن العدد قابل للارتفاع إلى أرقام لا يمكن التنبؤ بها، موجهة نداء استغاثة للعالم بسرعة تلافي المأساة المتكشفة على أروقة شرق البلاد وجنوبها. أمير حركة طالبان الملا هبة الله خنزادة الذي اعتاد على إصدار قرارات تشددية ما بين فترة وأخرى، خرج أمام هذه الكارثة ببيان طالب فيه من العالم بمساعدة أفغانستان لتخطي هذه المأساة. ولاية خوست إحدى الولايات 34 الواقعة شرقية أفغانستان، أما باكتيكا تتمركز في أقصى الحدود الشرقية لأفغانستان على تخوم باكستان، ويتجاوز عدد سكانها 350 ألف نسمة، وهي منطقة بعيدة من الصعب الوصول إليها بسرعة لإنقاذ الضحايا إلا عن طريق الطيران. أفغانستان من المناطق المعرضة للزلازل، وطيلة 22 عاما الماضية ضربها 14 زلزال، وتعاني من مشاكل بيئية مثل الانزلاقات الطينية والانزلاقات الثلجية، وتعد عرضة للكثير من الزلازل لأنها تقع في منطقة نشطة جيولوجيا وتحت صدوع أرضية كبيرة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بعد خروج الأمريكان منها. حكومة طالبان تواجه معضلة في توفير الدعم الطبي وعمليات الإجلاء، ليضطر المنكوبون من الجرحى بالتوجه إلى عيادات في قرى مجاورة وصد نقص في الإمكانيات والوسائل الجراحية لإنقاذ المصابين جراء الزلزال الذي يعد من أكثر الزلازل فتكاً في أفغانستان منذ أكثر من عقدين من الزمن. مستمرة النشرة، وفيها الأمم المتحدة تحذر من تعرض الملايين من اليمنيين للخطر نتيجة تدهور العملة وارتفاع الأسعار. في عدن أغلق مئات المحتجين من سائقي السيارات الخط البحري احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية، ونفذ السائقون وقفتهم الاحتجاجية على طول الخط البحري الرابط بين مديريتي خرمكسر والمنصورة، وأغلق المعتصمون الخط البحري كاملا بسياراتهم احتجاجا على رفع شركة النفط لأسعار الوقود بعد أن ارتفع سعر صفيحة البنزين 20 لترا إلى 26 ألف ريال وصفيحة الديزل إلى 28 ألف ريال. وذكرت مصادر محلية أن مواطنين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية وأعربوا عن استيائهم جراء ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وتردي الأوضاع المعيشية. وخلال اليومين الماضيين ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في عموم مديريات عدن جراء انقطاع الخدمات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. طبعاً الهدف اليوم من خروجنا إلى الشارع، كنا دحين قبل الأسبوع الفائت حين دحين الخروج هنا في وقفة احتجاجية، وهي حملة كم البترولي لارتفاع أسعار المشتقات النفطية. ونحن نطالب، طبعاً نطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بتخفيض سعر المشتقات النفطية، هذا أول حاجة. ثاني حاجة الرقابة على المحطات الخاصة، رغبة عن المحطات الخاصة والزامهم بالسعر الرسمي اللي هو أنقص من 19.8، وزيادة ساعات العمل في المحطات الحكومية. نحن مطالب أن المحطات الحكومية تزيد ساعات العمل، لأن بالأمانة يعني هي سبب المشاكل كلها، وهي سبب سيطرة المحطات الخاصة لرفع الأسعار المشتقات النفطية. والسرعة والمطلب الأخير والأساسي يعني السرعة في إنجاز العمل في مصابي عدن في مدة لا تقل عن 3 أشهر. وفي الملف الاقتصادي، الأمم المتحدة تحذر من تعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر نتيجة تدهور العملة وارتفاع الأسعار.
ومحتجون في عدن يقطعون الخط البحري تنديدا بارتفاع أسعار المشتقات النفطية. جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي، حيث حذرت الأمم المتحدة من تعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر نتيجة تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وضعف تمويل خطة الاستجابة الإنسانية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنيويورك للمتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، والذي أكد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 ممولة بنسبة 26% فقط، ما يجبر البرامج الأساسية على التقليص أو الإغلاق تماما، وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر. وحث المتحدث الأممي جميع المانحين على زيادة مساهماتهم لخطة الاستجابة اليمنية على الفور لتجنب المزيد من التدهور لمواجهة نقص التمويل وإشكالية الوصول للمحتاجين وانعدام الأمن. إلى ذلك أكد مكتب تنسيق شؤون الإنسانية أوتشا أن وكالة الإغاثة لا تزال تشعر بالقلق من أن الأزمة الإنسانية في اليمن ستتدهور بشكل حاد في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ضعف العملة وارتفاع أسعار السلع بسبب الحرب في أوكرانيا. أغلق مئات المحتجين من سائقي السيارات الخط البحري في مدينة عدن احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية، منفذين وقفة على طول الخط الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة. وتأتي الاحتجاجات ردا على أزمة مشتقات نفطية تشهدها عدن منذ أسبوع بعد أن قفز سعر الدب البنزين سعة 20 لترا إلى 26000 ريال والديزل إلى 28000 ريال. وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في عموم مديريات عدن جراء انعدام الخدمات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وتردي الأوضاع المعيشية. وطالب المحتجون بتوفير الخدمات الرئيسية في مقدمة الكهرباء والماء وضبط عملية التلاعب بأسعار المواد الغذائية. قال حاكم مصرف في لبنان إن احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت بمقدار 2,200,000,000,000 دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يمثل ثلث الاحتياطات قبل 3 أعوام، مع خسارة الليرة أكثر من 90% من قيمتها خلال الأعوام الماضية. وكان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة، لكن محافظ البنك أكد أن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك. وأضاف أن البنك سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيل قانوناً لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة. وأخيراً، أعلن رئيس الوزراء السريلانكي الانهيار التام لاقتصادي بلاده المتقلب الديون، مؤكداً على حاجته إلى مساعدة خارجية لإنعاشه من كبوته وانتشاره من الحضيض. وقال إن الوضع تجاوز بكثير مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء الذي دخلته البلاد قبل فترة ليس بقصيرة، كاشفاً عن انعقاد مؤتمر المانحين من أجل الحصول على تمويل. تنشط قيادات حوثية في تهريب الآثار اليمنية بعد أن سعت بصورة ممنهجة إلى تحويل المتاحف إلى معارض لصور قتلها. له علاقة بتاريخ اليمن استهدفته ميليشيا الحوثي وعبثت به بشكل همجي يهدف لطمس التاريخ واستعادة حقبة الأئمة البائدة. الآثار لم تسلم من نهب وبطش هذه الميليشيا التي حولت المتاحف إلى معارض صور لقتلاها ونقلت المئات من القطع والمخطوطات التاريخية من أورقة 3 متاحف رئيسية وقعت في العاصمة صنعاء إلى جهات غير معروفة. الميليشيا أصدرت تعليمات لعناصرها في قطاع الثقافة وهيئة الآثار والمتاحف لنقل عدد من القطع يعود تاريخ بعضها لآلاف السنين من المتحف الوطني والمتحف الحربي ومن متحف الآثار الواقع في جامعة صنعاء. وبحسب عاملين في قطاع الآثار والمتاحف، شملت القطع المنقولة نقوشا وسيوفا ودروعا ورماحا قديمة وتماثيل برونزية صغيرة ومتوسطة وألواحا حجرية ورؤوس سهام وقطعا جلدية متنوعة وعملات ذهبية وفضية، حيث زعم قادة الجماعة أنهم يريدون ترميم تلك القطع لكنهم في الواقع يقومون بتهريبها لبيعها في المزادات. ويأتي تكرار معاودة الحوثي لاستكمال بقية مخططهم لاستهداف كل ما له علاقة بتاريخ
وحضارة وتراث اليمن، بالتوازي مع اتهامات سابقة وجهها عاملون ومهتمون في مجال الآثار لقيادة حوثية قامت بعمليات نهب وبيع قطع أثرية عبر شبكة تهريب، حيث وصل عددها إلى 4800 قطعة ومخطوطة. صفية باشادي خريجة محاسبة لم تحصل على عمل، فتحدت العادات والتقاليد المجتمعية في محافظة لحج، فعملت على فتح مشروعها الخاص. في كل صباح تخرج صفية باشادي من منزلها في حارة الرباط بمدينة الحوطة إلى محلها الواقع وسط المدينة لتمارس عملها في بيع الملابس والمقتنيات النسوية في صورة تعد الأولى بالمحافظة، تتحدى العادات والتقاليد المجتمعية السائدة، لكن دون أن تنال من عزيمتها وشقيقتها التي تشاركها العمل منذ افتتاحه في العام 2021. بدأت فكرة إخراج مشروعنا إلى النور في منتصف العام الماضي 2021 بدعم وتشجيع من الوالدة، لنشق طريقنا ومسيرة حياتنا التجارية وننطلق في مجال الأعمال. واجهنا صعوبات وتحديات كثيرة في بداية المشوار، منها النظرة الذكورية في أن يشاهدوا فتيات يعملن في محل تجاري يعد حكرا على الرجال، خاصة أننا في مجتمع محافظ. صفية خريجة محاسبة قدمت كغيرها وثائقها إلى مكتب الخدمة المدنية والعديد من المرافق، إلا أنها لم تحظى بفرصة عمل، وبعد استشهاد والدها في الحرب الأخيرة وتردي ظروف الأسرة المعيشية توجهت العمل في هذا المحل بدعم وتشجيع من والدتها وبعض أقاربهن ليجدن فيه فرصتهن في تحقيق طموحاتهن. حاولنا الصمود وتخطينا كل الصعاب بالإرادة والعزيمة والثقة بالنفس لنستمر ونواصل مسيرة النجاح. من ضمن التحديات أيضا أننا أثبتنا أنفسنا وتركنا بصمتنا بين الناس، حتى أصبح تعاملنا مع الرجال بشكل طبيعي جدا، وأصبح يأتوا بنسائهم وبناتهم للشراء من محل الريحانة، كوننا عنصر نسائي يتفهم متطلبات الآخر. عامان مرة على انطلاق العمل في محلها، وخلال السنتين حققت صفية نجاحا كبيرا نتيجة إقبال النساء على المحل لشراء ما يعجزن عن شرائه من محلات مماثلة القائمون عليها من الرجال. محل متميز بطاقمة، أولا كونه طاقم نسائي وعمل بمجهود ذاتي، يعتبر مشروع ناجح كفكرة متميزة يعني حاصلة لدينا في منطقة الحوطة، ونشجع مثل هذه المشاريع ونرجو دعمها كذلك. حلو إن البنات يبيعوا في محلات ونحن نجي نشتري منهم، بدل ما في حاجات خاصة بنا نحن النساء نستحي إن نشتريها أو نقولها عند الرجل، بعكس إن المرأة نحن بنقول أي حاجة وأي حاجة نشتريها منهم نطلبها منهم. نجاح صفية بشادي وشقيقتها في المشروع فتح أمامهما آفاق التطور والازدهار والانطلاق نحو مشاريع أخرى يكون لها الأثر الإيجابي على معيشتهن، إلى جانب رغبتهن في مساعدة الفتيات الباحثات عن فرص عمل لتحسين معيشتهن ومساعدة أسرهن على البقاء في ظل الأزمة المتلاحقة التي أفرزتها الحرب. نعم، إذن وللمزيد أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلي عبر الهاتف مديرة إدارة المرأة الريفية في مكتب الزراعة بمحافظة لحج الأستاذة فتحية أرشد. أستاذة فتحية مرحبا بكم، ما الدور الذي تقوم به الإدارة في دعم المرأة في المحافظة؟ أولا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكركم على هذه الدعوة. وطبعا إدارة تنمية المرأة الريفية هي أساسا تخدم المرأة الريفية العاملة في على المستويات المختلفة والتي تساعدها في تحسين المستوى المعيشي للأسرة. ففي الفترة الأخيرة ما بعد الحرب فعلا ظهرت يعني معيقات للنساء الريفيات بشكل عام، وأصبحت المرأة في الفترة الحالية هم أكثر النساء المؤيدات لأسرهم، فبدأت يعني الفرص
المرأة يعني تفتح أبوابها أمامها من خلال يعني المساعدة من قبل المنظمات والجهات الحكومية في مساعدتها في عملية التأهيل والتدريب ودعمها وتمكينها ودعمها لمشاريعها. طبعا كان هناك ما قبل الحرب كان العديد من النساء مهضومات فعلا، ما كانش عندهم الإمكانيات التي يمكن أنهم يقوموا بعمل مشاريع مصغرة، وخاصة المشاريع التي ممكن يعني يحتاجها أو تغطية السوق. لكن في الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الصعبة التي تعاني منها يعني الأسر، العديد من الأسر في المحافظة، فعلا بدأت يعني انطلاق المرأة وخروجها إلى سوق العمل، منها النساء الأميات والنساء يعني المتعلمات يعني المستويات المتوسطة، ومنها الجامعيات. حتى الجامعيات الآن ما شاء الله بدأوا يعني يدخلوا في سوق العمل، إذا كانت فرصهم كانت قليلة لكن الآن بدأت تفتح يعني أكثر من فرصة لهم. نعم أستاذة فتحية، يعني في ظل الأوضاع الراهنة والصعبة وخصوصا مع انقطاع استمرار انقطاع المرتبات، يعني ما أين هو الدور الحكومي من 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 ما هو حاصل للمرأة بشكل عام في محافظة لحج وفي إدارتكم؟ يعني هل هنالك تجاوب من الحكومة في حال يعني طلب منها مثلا الإدارة والقيام بمشروع ما، أم أنه هنالك تجاهل تام؟ طبعا نحن نشوف في مكتب الزراعه تمام لدينا كوادر متخصصه تمام في مختلف الانشطه، لدينا يعني كوادر في مثلا في عمل الصناعات الغذائيه، ممكن نحن نقوم عمليه اليوم هذا اليوم او بدانا قدام 3 أيام اليوم الثالث عاملين دوره صناعات غذائيه لنساء الحوطه، يعني مجموعه من النساء بدعم من منظمة الأرضية المشتركة، طبعا نفس لواء جمعية المرأة الذي تقوم يعني تأهيل هؤلاء النساء تمام لعمل يعني عمل الصناعات الغذائية، بحيث انه هؤلاء النساء يتم تمكينهم في هذا العمل، ثم يتم عملية يعني اخذهم دورة تدريبية في ريادة الأعمال، وبعدها بتقوم بعملية تمكينهم. هنا بدأت يعني الفرص تفتح أمام النساء في هذا المجال. أيضا في فرص ثانية طبعا الفوطة وحتى تبن كلها منطقة تعتبر من المناطق الريفية، لأن أكثر النساء تعتمد على الثروة الحيوانية، تعتمد على المجال الزراعي، تعتمد على المجال الحرفي. فنحن كجهة يعني مؤسسة حكومية تمام نستهدف هؤلاء النساء في عملية التدريب والتأهيل، عملنا لهم دورات تدريبية في مشتقة الألباني. نعم وقالناهم يعني ينتجوا أيوة في عملية الحقيقية. نعم إذن أشكرك جزيل الشكر مديرة إدارة المرأة الريفية في مكتب الزراعة بمحافظة لحج الأستاذة فتحية راشد، كنت معي عبر الهاتف. يواجه منتخب اليمن للناشئين لكرة القدم مساء اليوم نظيره الأردني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا على استاد مدينة الأمير حمزة في مدينة العقبة جنوب الأردن. وأجرى منتخب الناشئين حصة تدريبية مساء الأربعاء ركز فيها الجهاز الفني على تصحيح أخطاء المباراة السابقة وكيفية الاستفادة من أخطاء الخصم، بالإضافة إلى بعض التدريبات التكتيكية بحسب الاتحاد اليمني لكرة القدم. وكان منتخب الناشئين قد خسر أمام نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف رغم أدائه المتميز. انتهت النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها. 43 خرقا حوثيا للهدنة في الساحل الغربي، بينها تعزيزات ومحاولة تمركز قرب خطوط التماس. المبعوث الأممي تعهد بتحديد موعد لتنفيذ ميليشيا الحوثي التزاماتها بشأن فتح الطرقات. البنك الدولي يحدد 25 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن دون دراسة تقييمية.
إلى اللقاء.